ما قبل اتفاق نيفاش وما بعد انفصال جنوب السودان، افتكر يعني نحن غير كان بان في شموليه قويه جدا. والسيد الامين السياسي سعاده السفير كان جزء من الشموليه دي، والدلاله على ذلك حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، أن المؤتمر الشعبي كان مشارك بمساعد لرئيس الجمهورية وعدد من الوزارات، وقبله كان بنائب لرئيس الجمهورية. فأفتكر يعني القوة السياسية دائما لما تكون في السلطة بتكرس لنفسها وبتكرس عضويتها، لكن هو ده ما التفكير السليم اللي بيبني دولة وبيقدمها لقدام، وله البرنامج اللي بخلي به شعب واعي عشان يشيل الدولة دي على أكتافه.